بسم الله، اسمي آيات عمر، طالبة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية سنة تالتة. أنا نائب الرئيس في نموذج محاكاة منظمة التعاون الإسلامي، ده نشاط طلابي في جامعة القاهرة بقاله 10 سنين. النموذج لي مشاريع أساسية هي المجالس الأكاديمية، عندنا مجلس سياسي وثقافي واقتصادي وإعلامي واجتماعي، عندنا نشاط الأشبال ده بننزل فيه لطلاب المدارس، عندنا نشاط النوايا الحسنة بننزل فيه للأطفال الأيتام، المجلة السنوية لمويك والأعمال الخيرية. دلوقتي احنا الحملة بتاعتنا حملة اسمها على بصيرة، تتحدث عن الهوية، من انت ومن تكون. بنقول للناس ان هي لازم ترجع لأصلها. احنا بنعاني في المجتمع بحالة من التغريب وضياع المفاهيم والأفكار اللي مرتبطة بأصلنا المصري العربي الإسلامي. بنتكلم عن عناصر الهوية وهي اللغة والدين والتاريخ. في اللغة يعني كما نرى انه الفرانكو والانجليزي هم مسيطرين جدا على طريقة كلامنا، فيسبوك او حتى في التعامل معانا بنتكلم انجليزي كتير. في التاريخ بنقول انه في ارجع لما مضى، في امثلة كتير يعني بنتكلم انه في التاريخ المصري المناهج كانت باللغة العربية، فبالتالي ليه ما نرجعش لده تاني. بنتكلم في الدين عن جهلنا بالدين وظهور تيارات كثيرة هي قد تكون معادية للدين، وإحنا أو أفكار حتى الغرب بيقول إنه مثلا الدين كذا وإحنا ما بنبقاش عارفين نرد، وده بسبب الجهل وسبب عدم معرفتنا به. بنقول للناس بس ابدأ بنفسك وساعتها إن شاء الله الأمة تقوم.